كان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، كان في مقدمة مستقبلي أخيه صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد لدى وصوله إلى مملكة البحرين في زيارة تهدف لبحث سبل تنمية وتعزيز العلاقات الأخوية التي تربط بين مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة، حيث رحب سموه بزيارته للبلاد والتي تعكس الحرص المتبادل على تعزيز آفاق التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين. كما كان في الاستقبال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين.